هلا ابو سلطان، تبغى تصور هو ايه؟ وفي دور عليها. شوف العامل الان بيجي معه، بيجي مع المطاط. شوف شوف بفك الان المطاط وبيجي معه. ايه قلب هذا، شوف قلبه عشان المطر، هذا النايل وحاطينه عشان المطر. ياها والله انك صار. ايه عشان المطر، ولا هو ما ينحط. شوف محمد السطر هذا، شوفه مطاط، شوفه تقول هو بلوم حليب يا راجل. ايوه مطاط ربل تبت. ها ربل ربل شو؟ يس يس ايوه ربر مدن. خليه يورينا بالله. قرب قرب دحين بيشيل الثانيه. روح ولا خليك تعال تعال تعال. شوف كيف يجرحوه، يجرح الشجر هنا ينقط. هذا خام طبعا يا اخوان، خام بطريقة يجرحوها هنا تجمع خلاص. كانت تلاقيها فوق، هذه انتهت المرحلة، بقل تحت هنا خام، ودوا المصنع ويزبطوا. يعني ابو سلطان مو اخذ المطاطات يزرعها في الارض؟ لا لا هاي لا، هذا طال عمرك ياخذوها. شوف زي كذا خلاص، هذه كلها سبحان الله مطاط، يودوها المصنع ويصنعوا عاده. ايوه هذا خام يعني. ايوه الخام. ايه قلت لك العامل، العامل بلوم بلوم المطاط. طبعا بدأوا تجهيزات رأس السنة، احتفال رأس السنة، وبدأت الاحتفالات، مو الاحتفالات التجهيزات والأمور عشان يحتفلوا بالكريسماس، ونحن ما لنا غير عيدين فقط ولله الحمد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما لنا وما للقافو. يا السلام مع الأمطار مع الأجواء. هنا هنا الكوفي، هنا 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 الإطلال، هنا الإبداع، هنا سبحانك يا رب. تطلب الكوفي. وبدأت الأمطار ما شاء الله تبارك. خوي فايز، ايش الكوفي هذا؟ ها؟ ايش الكوفي؟ ايش وضعه؟ الكوفي هذا مطل على شو اسمه؟ المزارع تحت وعلى الشلالات. مزارع الشاهي و... ايوه ايوه. معلوم والله باين عليه فخم. اسم المكان ذا قول بودا، طريق نوريليا. ها؟ قول بودا؟ ايه طريق نوريليا. اه طريق نوريليا. شوف كيف الشخص حلو عنده. ما حد يروح بودا؟ بودة كلهم يجوا يصوروا من هذا المكان.
اي والله سبحان سبحانك يا رب. هناك البحيرة شو بحيرتين من الشلالات الطبيعية. كم الكوفي؟ وافترض 450 بس مع الحركات اللي فتحوها لك صار 1300 يعني 13 ريال. 13 ريال؟ اي كله 13 ريال مع الجلسة الحلوة مع الأمطار الغزيرة. طبعا أصور لكم كل شيء على طلبكم، تقولوا لي حسن الأسعار عشان نعرف. 13 ريال قهوتين مع الحلو. شوف معنا الثلاثة تعالي. قبل دقائق قاعد أقول لكم شوفوا الخضار الحين راح خلاص مع الأمطار. يلا يلا ما شاء الله اختب علي. السلام على الجواء الممطر. والله ما شاء الله تبارك الله. يا ربي يا ربي يا ربي. أحيانا نقول الحجاج يطلوا يمين ويمشي يسار، والله سويت زيه. قاعد يطل وأشوف البواري طاط، طلع السيارات عكس وأنا ماشي. يلا 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 يلا. تبارك الله على الأمطار على الأجواء على المناظر الجميلة. وصلنا مزارع الشعب. ابو حمزه متوجه معي. ابو حمزه شو بس هذا مصنع عمر 100 سنه. هذا مصنع سوي شاي اسود زين. هذا ورق شاي هنا مكان تنشيف، تجفيف الورق. هلقي ودينا 1200 كيلو قالي نص يوم اصلا تجفف تجفيف. فينا مراوة هذا من تهد اصلا جفف تجفيف. زين؟ فهذا الشاي الاسود في شاي الاخضر، انت تعرف شاي كرك. كل موجود. في شيء الاخضر نفس الورقة سوي تلك غير ما في مصنع ثاني سوي اخضر وفي بخار. اي متشكرين. هذا مثلا رجيم تكفيف الوزن. في بس هذا يشيل هذا فوق ورا براو بس هذا شوف. براو هذا سوي شاي ذهبي شاي فضي شاي ابيض. هذا ما يصدر برا سوي قليل شوي هذا قالي هذا الحرارة الشمس هذا ما يصدر برا سوي قليل هذا علاج طاقة دم جسم قلب كويس هذا. ما استبعد ابيض ايوه ذهبي فضي الذهبي يجي لون ذهب انت قال لي تاكل شام 20 يوم يجي لون ذهبي عشان ما يجي لون فضي كل نفس الفائده بس شاي ابيض. اوكي ما صدروه خارج سريلانكا شنو يعني تصدر برا؟ لا لا شوف هذا الشاي خامنه
خام ابيض ما يصدر هذا سوي قليل شوي ما في كل مكان بس اسود اخضر شوف هذا سوي شاي هنا شوف افتح النور ما في نور لا هذا شوف سوي شاي هنا هذا شاي خام شاي اصلي في 180 120 في موجود مخلينا يصير ما في برا ما في كندي ما في كل مشوب ما في بس هنا كله 180 هذا صدر برا بس ما هذا بدي مزاد خلاص داكل كله هذا شركه ليبتن ربيع وزر وخناق يصير شاي خام سوي نكهه سوي كيمه سوي زياده ممكن اشيل واحد طن سوي اثنين طن بعدين اسمه بيجي ليبتن كله بدي برا هذا ما في خام هنا شاي اصلي طبيعي اوكي هنا مكان تجفيف اول مره روتها ان شاء الله هنا الحطب شغلنا بالحطب وهذه تدفع الحرارة على الشاهي يقول لك هذا من الاستعمار البريطاني المكان شغال بالحطب شوف والله يا شغلة متعب بالنهاية الشركات يشتروا من عندهم الخام فقط يقول يشتروا طن يطلعوا 3 طن يطلعوا 4 زي كده نروحها ومن هنا الهواء يطلع من تحت هنا مرحلة التجفيف شغلوا المراوح طحن شوف كيف طحن الشاهي طبعا يقول الشركات حقت الشاهي اشتروا 1 طن وهم طبعا خام هذا اشتروه وهم مع تدخلات يطلعوا منه 2 طن هنا الصافي مشكلة شوف كله صغير انت تاخذ طبيب مرتين تخطير مرتين مرتين شوف بس لون هنا لون اخضر هنا لون اخضر بعد خلاص هنا بعد خلاص هنا لون اخضر لسه لون بعد خلاص هنا خلي خمره هنا شوف خلي تخمير فيرمنتيشن خلي خمر تخمير خلي ساعتين هنا شوف هنا مراوة دي مويه بعد خمر يجي لون بني بني تام موت كيما تخبير بس مويه في ثاني شركات بس قال ساعتين ثاني شركه قال 10 دقيقه سوي كيما عشان سوي صوره انا بدل موت كيما شوف شوف هذا بعد خمر شوف كيف لون شوف شوف بعد تخبير لون بني شوف ما في خلاص لسه ان شاء الله ان شاء الله ما في كيماوي موت كيماوي تخبير بس مويه هذا الشاي يقول عليه وسك السعوديه كمرون الوسك حق السعوديه هو الشاي لا ما في خلاص لسه خمر تخمير بعد خلاص هنا ودي ماكينه حراره يجي لون اسود طيب شركات شيل هذا شاي خام شيل شركات سوي كيما سوي زياده ممكن يشيل واحد طن سوي 2 طن اوه مخلوط مخلوط سوي كيما لوكال تشتي هذا يزيد الانتاج ما في خلاص لسه ودي ماكينه حراره السيارة ايه اوكي شوف تعالي هنا شوف هذا شوف تعالي تعجبني المحلات اللي زي كده نشوف نشوف ايش عنده ரெண்டு சாப்பிட்டாலும் எட்டு வருது
الحبحب عندهم صغير سبحان الله، وأبشركم ما في له طعم. أوه ما في طعم. يوسف حبيبي كاكاو والله يا سبحان الله. والله ما ادري شو شكل حمر. كيف حالك طيب؟ اوه ما شاء الله تتكلم عربي. يلا شوف ستروبري. ستروبري بس رجعنا المطر شدت. الله المظلة ما جبناها. يرجع السيارة احسن. الباص الباص فين فين فين. دخلنا السوبر ماركت نبي نشوف التمور. هذا بكم؟ 525. 525 نشيل الصفرين يعني بخمسة ريالات. اللي بعده التمر الذي محشي ما شاء الله 635. ايه ونفس الشيء 635 يعني بستة ريال. التمر السعودية التمر من السعودية ولا؟ ايه ايه. شوفين هذا التمر يقولك من الرياض. ثاني الرياض كيسين. رياض كيسين. تمور الرياض يقول. شكل الشركة من الرياض يحسب. والله ما أدري عنه. هذا سمك مقلي. سمك مقلي ما شاء الله تبارك الله. طبعا كبسة وسمك مقلي والكبسة والشرب مع السلطات ما شاء الله تبارك الله. من الشباب نادي ابو سلطان نديكم قصة هذه الكبسة والشغل هذا. استراليا إلى سريلانكا إحدى الخادمات السريلانكيات اللي اشتغلوا في السعودية وبعض الدول الخليجية لسنين كثيرة. شيرين واحدة منهم تركت العمل في السعودية بعدما عرفت طباختهم وعاداتهم وتقاليدهم وفتحت بيتها في سريلانكا للسعوديين تستضيفهم وتقدم لهم أكلات شعبية سعودية والشاي والقهوة. خلونا نشوف قصتها مع زميلنا بسام الدخيل اللي زارها في منزلها وصور لنا التقرير بعدسة جواله. من أرض الطبيعة والشاي من سريلانكا جنوب القارة الآسيوية في هالمنزل الصغير استقبلتنا شيرين اللي عملت في السعودية أكثر من 7 سنوات ورجعت لنا ذكريات ما تنساها في الدمام. أنا أول اشتغل في البحرين 7 سنوات وبعدين دمام عائلة ناشر الراشد عائلة هذا خفيل اشتغل في أرامكو
هذا في بنات أربع بنات أربع أولاد. ليش آخر شيء تذكرينه في السعودية؟ أنا تتذكر ما شاء الله أنا رحت هناك، أنا رحت معهم زيارة لبنان سوريا، أنا سويت أكل زيادة، أنا علمت أشياء واجد غريبة ما شاء الله، مرة مبسوطة. إحنا رحت الله فقع إجازة مدرسة كلها مبسوطين هنا. طلعتي فقع؟ أيوة أنا إجازة مدرسة رحت الله فقع في البر. أنا أقول للسعوديين تعالوا أي شيء تبون أكل قهوة شاي أي شيء تبون أنا حاضركم، أي شيء تبون أكل كل شيء، أي شيء مساعد أنا لازم أساعدكم، لازم كل واحد مسلم لازم يساعد. حبها الخادمة للسعودية خلاها تفتح منزلها لاستقبال السعوديين والخليجيين، تقدم لهم الأكل الخليجي والشاي والقهوة العربية بعد، خصوصا وإن سريلانكا رغم جمالها